السيدات والسادة، أسعد الله يومكم بكل الخير. يسعدني إن أنا أقدم لكم أول قناة عربية متخصصة في مجال المعاينات البحرية أو المارين سيرفيز، وده عملا بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس كتير ما بتسمعش عن مجال المعاينات البحرية أو المارين سيرفيز، أو ما يعرفوش يعني إيه مارين سيرفيور. كمان في طلبة لكليات الهندسة في أقسام الهندسة البحرية تحديدا بيهمهم جدا إن هم يلاقوا معلومات عن هذا المجال وعمليات الإصلاح اللي بتتم في السفن. علشان كده فكرت ان انا اعمل القناة دي علشان اقدر انقل لكم بعض الخبرات اللي اكتسبتها خلال عملي في هذا المجال على مدار 12 سنة، وان شاء الله اقدر ان انا انقل لكم فيديوهات فعلية مع معلومات تعرفكم بهذا المجال، وفي نفس الوقت تفيد الدارسين والمهتمين بمجال المعاينات البحرية او صناعة النقل البحري بشكل عام. وبداية واحنا بنتكلم عن المعاينات البحرية او المارين سيرفيز، لازم نذكر هيئات التصنيف وازاي بدأت وتاريخها وانواعها ودورها وازاي بتقوم بعملها. علشان كده الفيديو ده هيقدم لنا تاريخ هيئات التصنيف ودورها لحد النهاردة من بداية نشأتها. على بركة الله نبتدي أول فيديو في القناة، وأرجو إن شاء الله إن هو يحوز إعجابكم وتستفيدوا منه. قصة هيئات التصنيف بتبدأ سنة 1760 في مدينة لندن، وتحديدا في الكافي هاوس اللي كان بيديرها إدوارد لويد، عندما اجتمع 11 رجل من مالك السفن والمهتمين بمجال النقل البحري في هذا التوقيت. كان الهدف من هذا الاجتماع هو عمل قائمة أو سجل للسفن لتحديد جودة هذه السفن والحفاظ على الأرواح والممتلكات المنقولة عليها. منذ هذا التاريخ بدأ خبراء لويدز في عملهم بتصنيف السفن، وما بين عامي 1800 و1833 كان الخلاف على أشده ما بين مالك السفن والجهات الضامنة، وبدأ كل طرف في إصدار سجل خاص به عرف باسم الجرين بوك أو الريد بوك. لكن في 1834 اتفق الجانبين أو الطرفين المتنازعين اللي هم مالك السفن والجهات الضامنة على تشكيل جهة واحدة أو الاتفاق على سجل واحد، وكان هو ده بداية اللويد ريجستر اوف بريتش اند فورينر شيبس. وفي عام 1914 ومع زيادة حجم التعامل الدولي لهذه الهيئة وزيادة نشاطها، اتغير اسمها مرة تانية إلى لويد ريجستر اوف شيبينج. طيب ازاي اللويد ريجستر أو هيئات التصنيف بعد كده بتشتغل في تصنيف السفن وبناء على إيه؟ سنة 1764 يعني بعد 4 سنين من بداية اللويدز، تم طباعة أول سجل للسفن لإعطاء فكرة لكل من الضامنين والتجار عن حالة السفن اللي هم هيأمنوا عليها أو اللي هم التجار اللي هيأجروها علشان ينقلوا عليها بضايعهم. التصنيف ده كان بيتم بناء على حاجتين. الحاجة الأولى هي البدن بتاع السفينة، الهل، جسم السفينة نفسه، وبيتم من خلال تصنيف أو رانك بالحروف من A ل B C D وهكذا، وبالتالي لتر A حرف الـ A هو ده أعلى تصنيف للبدن. الحاجة التانية اللي بيصنفوا عليها السفن هي المعدات أو التجهيزات الخاصة بالسفن،
معدات المخطاف، معدات الرباط، الأشرعة، الصواري في الوقت ده، وفيما بعد الماكينات والمعدات التانية. وده بعد كده أصبح الترقيم بتاعه بالأرقام من 1 لـ2 لـ3 وهكذا، وبالتالي رقم 1 هو أعلى تصنيف للتجهيزات أو للمعدات، وبناء عليه أصبح التصنيف A1 هو أعلى تصنيف للسفينة اللي احنا النهاردة حتى في حياتنا العادية لما بنحب نقول على حاجة إن دي حاجة كويسة أو دي توب فبنقول عليها A1. ده جاي يا جماعة من هيئات التصنيف أو من أول هيئة تصنيف، وهي هيئة التصنيف البريطانية اللويد ريجستر. طبعا سجل تصنيف السفن اللي هي ذاتية الدفع أو السيلف بروبيلت اللي أكتر من 100 جروس تانيل أو أكتر، بيصدر هذا السجل وبيتم تحديثه سنويا، والسفن بتفضل محتفظة بالسجل ده أو موجودة في هذا السجل إلى أن يتم إلغاء التصنيف بناء على الغرق أو الحطام أو إن الكلاس نفسه يتسحب من المركب. النهاردة وبعد مرور 260 سنة من قيام إدوارد لويدز بتأسيس هيئة التصنيف البريطانية لويد ريجستر، أصبح عدد العاملين ما يقارب 8000 موظف، بيشمل مارين سيرفيرز وأوديتورز وموظفين في قطاعات أخرى. ده بالإضافة إلى مجالات أخرى اللويدز بيشتغل فيها غير التصنيف البحري، بيشتغلوا أيضا في السيرتيفيكيشن والأيزو وقطاع الصناعة والسكك الحديدية وقطاعات أخرى. أما السفن التابعة لهيئة التصنيف البريطانية لويد ريجستر فبيبلغ عددها 5850 سفينة، تبلغ إجمالي حمولتها 223,964,021 طن. أما الهيئة التانية اللي هنتكلم عليها من حيث النشأة فهي هيئة التصنيف الفرنسية البيرو فيريتاز. تأسس البيرو فيريتاز سنة 1828 في مدينة أنتورب ببلجيكا، وفي يوليو 1833 انتقل إلى مدينة باريس بفرنسا. والنهاردة يعتبر البيرو فيريتاز واحد من أكبر هيئات التصنيف على مستوى العالم من حيث عدد الفروع والموظفين اللي بلغ عددهم قرابة 78,000 موظف، بالإضافة إلى حجم أسطول مكون من 7215 سفينة يبلغ إجمالي حمولتها حوالي 139,349,651 طن. ثالث هيئات التصنيف من حيث النشأة على مستوى العالم هي اللي تأسست بالنمسا سنة 1858، ونظرا لأن معظم أنشطتها تركزت في منطقة البحر الأدرياتيكي فتغير اسمها إلى الأدرياتيك فيريتاز سنة 1918، وظلت تعمل تحت هذا الاسم الأدرياتيك فيريتاز حتى عام 1921. لكن في سنة 1949 اندمجت الأدرياتيك فيريتاز مع المكتب اليوغوسلافي للسفن حتى سنة 1992، وبعد تفكك الاتحاد اليوغوسلافي اتغير اسمها مرة تانية إلى الكرواتيان ريجستر اوف شيبينج أو هيئة التصنيف الكرواتية اللي أصبح مقرها سبليت في كرواتيا. وتأتي هيئة التصنيف الإيطالية في المرتبة الرابعة من حيث النشأة، وهي تأسست في مدينة جنوة الإيطالية سنة 1861 تحت اسم ريجسترو إيطاليانو نافالي أو رينا. والنهاردة رينا واحدة من أكبر هيئات التصنيف من حيث الانتشار على مستوى العالم، حيث أن مجموعة رينا تحتوي على أكثر من 120 فرع تغطي حوالي 42 دولة، وتضم قرابة 1600 عامل في مجالات مختلفة بخلاف تصنيف السفن زي الاندستري والسكك الحديدية وإصدار شهادات الجودة الأيزو. أما في مجال تصنيف السفن فرينا واحدة من كبريات هيئات التصنيف بأسطول يبلغ تعداده 2821 سفينة ذات حمولات تقدر ب 45,517,815 طن. ودلوقتي هنسيب أوروبا ونتجه غربا
إلى الولايات المتحدة، حيث تأسست هيئة التصنيف الأمريكية American Bureau of Shipping سنة 1862 تحت اسم American Maritime Classification Society، والتي مقرها مدينة هيوستن الأمريكية بولاية تكساس، ويبلغ عدد مكاتبها حول العالم قرابة 200 مكتب يعمل بها قرابة 5500 موظف. ومع حلول عام 2015 جاء الاي بي اس كتاني أكبر هيئة تصنيف من حيث عدد السفن التي تخطط 12,000 سفينة ووحدة بحرية تعمل في مجال حقول البترول. واليوم ووفق إحصائيات عام 2020 يبلغ عدد السفن المصنفة من قبل هيئة التصنيف الأمريكية الاي بي اس قرابة 8980 سفينة بحمولات تصل إلى 262,820,370 طن. وهنتكلم دلوقتي على أكبر هيئة تصنيف على مستوى العالم، وهي الدي ان في جي ال. تأسست بداية من هيئتي تصنيف، الأولى هي الديد نورس كفريتاز أو الدي ان في سنة 1864 في النرويج، والأخرى هي هيئة التصنيف الألمانية جيرمانشر ليلويد أو جي ال، واللي تأسست سنة 1867. وفي 20 ديسمبر سنة 2012 اندمجت كلا من الجي ال والدي ان في لتصبح هيئة التصنيف الجديدة واحدة من أكبر 3 هيئات تصنيف على مستوى العالم، بإجمالي مكاتب وفروع قدرت بحوالي 300 مكتب في 100 دولة مختلفة، وبحجم أسطول بلغ وفق إحصائيات 2020 قرابة 9420 سفينة تصل حمولتها إلى 284,324,599 طن. ودلوقتي هنسيب أوروبا وأمريكا ونتجه إلى قارة آسيا، حيث سنجد هيئة التصنيف اليابانية المعروفة باسم نيبون كاياجي كايوكاي، والتي عرفت فيما بعد باسم إنكي كلاس. تأسست هيئة التصنيف اليابانية الإنكي بمدينة طوكيو سنة 1899، وبالرغم من حداثة نشأة الإنكي ألا إنها بحلول عام 2007 أصبحت تصنف قرابة 6793 سفينة بإجمالي حمولات تصل إلى حوالي 152,000,000 طن، الرقم الذي يمثل قرابة 20% من حجم الأسطول التجاري العالمي. وده يرجع بسبب الدور اللي بتقوم به الترسانات اليابانية في صناعة بناء السفن على مستوى العالم. والنهاردة ووفق إحصائيات سنة 2020 وصل عدد السفن المصنفة تحت الـ NK إلى 8382 سفينة بإجمالي حمولات تصل إلى 264,987,400 طن. قد يسأل الكثيرين أين هي هيئة التصنيف التابعة للقوى الثانية العظمى في العالم، روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا؟ في عام 1913 وتحديدا في 31 ديسمبر تشكلت هيئة التصنيف الروسية تحت اسم Russian Register، وهي اليوم تصنف قرابة 2799 سفينة بإجمالي حمولات تصل إلى حوالي 16,968,412 طن. مرة تانية هنرجع إلى قارة أوروبا وتحديدا أوروبا الشرقية، حيث تأسست هيئة التصنيف البولندية في مدينة جدانسك بشمال بولندا سنة 1936. وفي الحقيقة هيئة التصنيف البولندية واحدة من الهيئات اللي لها تاريخ مثير، ففي سنة 1936 زي ما قلنا تأسست هيئة التصنيف البولندية على اعتبار ان هي هيئة مختصة بالإنلاند شيبينج. في سنة 1946 تغير اسمها إلى بوليسكي ريجستر ستادكو. ومنذ سنة 1972 إلى سنة 2000 كانت هيئة التصنيف البولندية PRS عضو في الآيكس، لكن بعد غرق السفينة ليدر إل المصنفة من قبل هيئة التصنيف البولندية في 23 مارس سنة 2000 كان قرار الآيكس هو
خروج هيئة التصنيف البولندية من عضويتها، إلى أن عادت هيئة التصنيف البولندية مرة أخرى إلى عضوية الأياكس في 3 يونيو 2011. وفي 2 فبراير سنة 2012 أصبحت هيئة التصنيف البولندية معترف بها من الاتحاد الأوروبي كهيئة مسؤولة عن تصنيف السفن والوحدات البحرية داخل الأنهار والبحار المغلقة. مرة تانية نرجع إلى قارة آسيا، حيث تأتي واحدة من كبريات هيئات التصنيف بالرغم من حداثة عهدها، وهي هيئة التصنيف الصينية التي تأسست سنة 1956، والتي يبلغ عدد السفن المصنفة بها حوالي 3837 سفينة بإجمالي حمولات تصل إلى 131,145,080 طن. وما زلنا في قارة آسيا ومع واحدة من كبريات هيئات التصنيف، وهي هيئة التصنيف الكورية، كواحدة من أكبر هيئات التصنيف في العالم بالرغم من أنها تأسست سنة 1960، وذلك من خلال أسطول يضم 2408 سفينة بإجمالي حمولات يصل إلى 71,064,271 طن. ودلوقتي هنيجي لآخر هيئة تصنيف في الفيديو بتاعنا النهاردة، وهي هيئة التصنيف الهندية الـ Indian Register of Shipping، والتي تأسست سنة 1975 ويبلغ عدد السفن المصنفة من خلالها 1010 سفينة بإجمالي حمولات تصل إلى 13,447,855 طن. بكده احنا نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي اتكلمنا فيه عن هيئات التصنيف وتاريخها، لكن في جزء تاني هنتكلم فيه عن الأياكس اللي بتضم كل هيئات التصنيف اللي اتكلمنا عليها النهاردة. أرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو ده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم مع الأياكس. We'll be right back.